الشباب فيه من القوة والقدرة ما لا يكون في الشيب، ومن فارق الشباب أدرك هذه الحقيقة. ولذلك يا معشر الشباب اغتنموا الشباب، فإن الإنسان إذا فارقه يضعف. واعلموا رعاكم الله أن من عمل العمل الصالح حال قدرته ثم عجز عنه استمر عليه أجره. لا تحرم نفسك، أنت الآن تستطيع أن تقوم الليل، تستطيع أن تكثر من الصيام، صم، قم، اعمل، فإنك غدا قد تعجز. لكن إن عملت اليوم أجرت اليوم ثم إذا عجزت فإن أجر العمل يجري عليك حتى تموت. ولو بقيت 40 سنة 50 سنة وأنت عاجز يجرى عليك العمل، أجر العمل. لا تحرم نفسك يا معشر الشباب. نصيحة ممن تقدمكم، اغتنموا هذا الوقت، والله أعظم ما يندم عليه الإنسان إذا تقدم به العمر الأعمال الصالحة في وقت الشباب. ومن كان مستطيعا ولو وصل 60 ولو وصل 70 يجتهد فيما يستطيع، فقد يعجز بعد ذلك ويجري عليه أجر العمل.